أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا شاب عمري 11 سنة وذهبت للعمرة، وعند طوافي بالبيت خرجت لأشرب الماء، ثم رجعت من مكان غير المكان الذي خرجت منه، فهل علي في طوافي ذلك الشيء؟ إيش؟ يقول: أنا شاب عمري 11 سنة ذهبت للعمرة، وعند طوافي بالبيت خرجت لأشرب الماء، فرجعت من مكان غير المكان الذي خرجت منه، هل علي شيء؟ نعم، إذا كان أنه ترك مسافة من المطاف ما مشى فيها طوافه غير صحيح، ناقص، لأنه ما طاف 7 أشواط تامة من الحجر إلى الحجر، فعليه أن يعيد الطواف لأنه ترك مسافة ما طاف فيها، راح من نقطة ورجع وبدأ من نقطة ثانية متأخرة، فلا يصح إلا إن كان رجوعه قبل المكان الذي غادر فلا بأس. إذا كان رجع وبدأ من مكان قبل المكان الذي غادر منه للشرب فهذا لا بأس، أما إذا كان رجع وبدأ من مكان بعد النقطة التي خرج منها فهذا لم يكمل الطواف، فعليه بإعادته. نعم.